فيكم من جديد مشاهدينا، وصلنا لآخر فقراتنا لهذا اليوم. مسك الختام حيكون مع الشيف عباس، أكيد حيوضح لنا أكثر شنو هي تفاصيل وجبة الغداء اللي بلش بيها فترة الصبح. شيف عباس اشرح لهم أكثر، لأن يعني المتابع اللي ما كان الصبح خلينا نقول قاعد، فأكيد ما شاف التتبيلة اللي حضفتها أنت للسمك. أوكي، طبعا ما شاف التتبيلة وما شاف المربى اللي سويناه، وأنا جهزت المربى مقاديره موجودة حتى نشوفه بنهاية الفقرة. نعم. اليوم راح نسوي الفيليه سمك المقلي، راح يكون عندي طبعا هنا الطحين، كركم كاري، الفيليه سمك هنا المقطع، وعصير الليمون، دبس الرمان، راح يكون عندي الكمون، التوابل اللي موجودة عندنا، والفلفل الأحمر، كوب من المي. نعم. راح نضيف ويا التوابل اللي موجودة، يعني نكسر الخلطة، المواد القوية تكون. نعم. نكسرها بشوية مي حتى ما تكون عندنا بيها ثخن أو قوية. هنا المقادير ناخذها على الشاشة اللي هي الفيليه السمك مقلي. أي 1 كيلو، عصير ليمون 1 كوب، دبس رمان 1 كوب، ماء 1 كوب، ثوم مهروس 1 ملعقة طعام، كمون، فلفل أحمر 1 ملعقة طعام، نعناع جاف، زائد كركم وكاري 1 ملعقة طعام، إضافة آخر شيء حيكون الملح والطحين. الملح والطحين. طبعا هاي التوابل اللي نجمعها سوية. نعم. من كل نوع ملعقة، تكون عندي كمية كبيرة. نعم. راح أضيف هنا، راح أضيف نص هنا، وراح أضيف نص هنا للطحين اللي موجود عندنا. تمام. يعني ضفت للطحين هذا الشكل مالته، للطحين، وضفت للطحين ضفت بهذا الشكل هنا فوقه، وضفت هنا للتوابل اللي موجودة. نعم. طبعا تقريبا قبل ساعة ونص، مو تقريبا ساعتين. تمام. يكون مخمر السمك بهذا الشكل، فيليه سمك مقطعة أو على كبره نخليه. هنا عندي زيت حار راح يكون، طبعا هناك عندي الخضار، راح أسوي طبق خضار. نعم. وياه راح يكون قريب على السوتيه، راح يكون يا هنا شوية حمص وياه شوية من الفطر. يعني نوع راح يدخل ويا باذنجان؟ إي راح يكون عندي الباذنجان المشوي. المشوي. راح يكون هذا النوع يدخل ويا السمك طبعا، ويا يعني هي مأكولات البحرية. أها تمام. تكون هذا طبق السلطة يكون وياه يقدم. تمام. طيب شيف عباس حتبلش. أنا حتركك تبلش على راحتك حتى آخر شيء نشوف شنو الشكل النهائي للطبخة، وأيضا ما تنسى المربى. تمام. أوكي. شكرا يا غصن، اكيد مشاركه الكلام وصلنا الى فقط نبلش ونشوف شنو الترتيب. نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الاكله الجميله برعايه مطعم اوسكار الوكاله التركيه في بغداد. هسه هنا عندنا يكون طبق فارغ، راح يكون عندنا هنا الطحين وهنا الفيليه، هذا السمك بهذا اللي نخبط هالمواد اللي موجوده. درجة الحرارة متوسطة للزيت، نسبة الزيت تكون عالية، لازم ما تكون حتى ما يتفلش عندنا، وممكن حتى نشوي، نقدر نشوي ماكو أي مشكلة. نسوي له صلصة الطحين اللي هي الراشي، دبس رمان واللبن. هسه راح ناخذ قطع السمك بهذا الشكل، نشوف وندوسها بهذا الشكل، بعد شلون يكون شكلها؟ صفط بالطبق ونرجع بهذا الشكل. اوكي نرجع بهذا الشكل، يعني بدون لا بيض ولا اي شيء ولا هاي، مجرد من التخميره ناخذ الصلصه للطحين بهذا الشكل. اوكي طبعا الملح ما ننساه، نضيف لها الملح، قلنا التوابل نفسها اللي ضفناها هنا راح نضيفها للطحين، حتى القرمشه تكون عندنا لها طعم، ما تكون طعمها فاهي او طعم الطحين، حيكون طعم التوابل اللي موجوده ويانا يعني بهذا الشكل. حلول هنا. اوكي نرجع بالنسبه شلون يعني نقرمشها، هاي يعني ايدي هاي تكون بالصلصه وهاي تكون ايدي ناشفه، يعني مو نفس اليد حتى ما تكون لوث اليد كلها ونسويها هوسه بهذا الشكل. هنا حلو نجي ناخذ بهذا الشكل، شوف شلون يكون الشكل مالتها. نرجع ندوسها، وهذا الليمون الفريش هذا نضيفه وياه، طبعا هذا نعصره نضيفه وياه.
تكون شلون يكون شكله. هسه صار عندي جهازات حتى نقنيهن شلون يكون الشكل. اخير قطعه هاي راح تكون عندي. اوكي باعوا يعني معني ايدي ما تدمرت بالكيف والهاي. ممكن اكو هواي ياخذون منها من الصلصه وبنفس الايد يخليها ويسوي هيك وهاي فايده تكون كلها طحين وهاي. هذا الشكل. اوكي هسه صار عندنا جاهز، صار عندنا جاهز. راح نشيل الصلصه والطحين اللي موجود ما راح نحتاجه بعد، ما راح نحتاجه. صار عندنا جاهزات. اوكي هذا شكلهن. وراها راح نرجع راح نخلي الخضار، نحمص الخضار اللي موجوده عندنا. نرجع ناخذ الخضار، ناخذ البصل. راح يكون عندي بعض الخضار، هنا يكون عندي بصل، هنا راح يكون عندي فلفل حار، فلفل الوان هنا الاخضر يكون عندي والبرتقالي والاحمر، راح يكون عندي الطماطه، جزر والشجر، هذا راح يكون موجود. التوابل نفسها قلنا اللي ضفناها للسمك راح ناخذ من عندها. اوكي هنا عندي صوص الفلفل الحلو راح يكون عندي بهذا الشكل. راح اضيف البصل، ضفنا البصل. راح نجي ناخذ الخضار الباقيه شيء ورا شيء. راح ناخذ الشجر بهذا الشكل. اوكي هنا الجزر راح يكون عندي يعني نص حبه، نص حبه كافيه. وهنا يكون عندي الفلفل، فلفل الحار راح اضيفه وياه بهذا الشكل. وهنا راح يكون عندي الفلفل الاخضر، هنا الاحمر. شراحه تكون حسب الرغبه هيكون التقطيع. وهنا شرحات طماطه تكون حبه طماطه مشرحه راح اضيفها بهذا الشكل مثل ما نشوف. هسه نرجع راح نضيف هنا راح يكون عندي رشه من الملح فوقها راح اضيفه رشه من الملح. قلنا التوابل نفسها اللي هي كركم كاري والكمون النعناع الجاف والفلفل الاحمر راح اضيفه وياه ضفناها بهذا الشكل. هنا راح يكون عندي الصوص اللي موجود اللي هو صوص الفلفل الاحمر الحلو، يعني قريب يكون على الشطه او المعجون شكل المعجون. اوكي هذا راح يكون عندي راح اضيفه تقريبا يكون عندي ملعقة طعام. راح نحرك بهذا الشكل. طبعا شوية من الزيت نضيف انه نحمص المواد، ممكن شوية من الزبدة نضيفها وياه. هذا راح يكون عندي بهذا الشكل. راح اجي اضيف هنا راح يكون عندي الفطر. ضفنا الفطر، انا اجهزها هسه حتى تكون عندي جاهزه ويا نهايه البرنامج. هسه هنا اوكي، هنا بقى عندي هنا شويه من اللوز اختاريت، راح اضيف اللوز وياه. راح يكون عندي هنا باذنجان مشوي تقريبا 2 حبه اضيفه، حسب الرغبه حتكون عندي الخضار اللي موجوده عندي. هنا راح يكون المعدنوس راح اضيفه ويا التحميص، راح يعطيه غير طعم، تقريبا تكون نص كوب او كوب واحد من المعدنوس. هسه بديت حمص بهذا الشكل. راح اضيف لها شويه من عصير الليمون، تقريبا ربع الكوب من عصير الليمون ضفنا. وهنا راح يكون عندي دبس الرمان.
السلة هنا حلو. هسه حنتظرها على ما تكون عندي جاهزة، حخليها على النار اغطيها على البخار وانتظرها على ما تجهز. راح ناخذ الارقام اسفل الشاشة طبعا، اللي يحب يستفسر على اي طبخة او يشوف ايش طابخنا اليوم، لو شوف طبختنا شنو اليوم. اوكي، ايش تقول يا فروس؟ نا حلو، مو يا مخلص؟ حلو؟ اوكي. هسه هنا ناخذ السمش اللي موجود عندنا هذا الشكل، هنا راح يكون عندي الدهن. راح نبلش به. راح نخليه بالتدريج. هاي الرابعة بهذا الشكل. تقريبا يكون عندي 5 قطع هذا الشكل، ضفتهم. انتظرهن على ما يكونن جاهزات عندي. راح ناخذ طبق. ناخذ طبق حتى نخليهن بالطبق. طبعا مو خليني هيك، ما نحركن شوية جف القرمشة مالتهن الجف تكون اوكي. ناخذ المقادير، راح تكون على الشاشة، ممكن اني ما شاف المقادير. ناخذ المقادير. اوكي اسمع الصوت. هاي المقادير راح تكون على الشاشة. فيليه سمك مقلاع، يكون عندي سمك فيليه 1 كيلو، عصير الليمون 1 كوب، دبس الرمان 1 كوب، ماء 1 كوب، نكسر المواد القوية، ثوم مهروس 1 ملعقة طعام، كمون، زائد فلفل أحمر 1 ملعقة طعام. راح عندنا نعجة والكاري والكركم، كلها تكون عندي من كل نوع 1 ملعقة طعام. ملح والطحين راح يكون موجود ويانا. الطحين احنا قلنا حسب الرغبة راح يكون موجود قدامنا، تقريبا 0.5 كيلو، ونضيف له الإضافات وراح نبلش به. هسه مثل ما شفنا هنا ننتظر طبق الخضار اللي موجود على النار بهذا الشكل. حمص عندنا بهذا الشكل. راح تكون عندي هنا خضار، قلنا الفطر والفلفل وقطع الشجر ضفناها، البصل والجزر، تكون الامور ماشيه ويانا. هسه نجي هنا يعني بهاي الفترة راح نجي نحركهن. قطع الفيلية السمك نقلبها على الصفحة الثانية. هذا الشكل. هسه الاشياء الصغيرة اللي هي ناخذ مقادير المربى اللي اشتغلناه اليوم، مقادير المربى للصبح. طبعا عندي جهزت اليوم مثل ما شفنا، جزر برشناه وخليناه ويا المي الحار 1 لتر. اوكي، ورا ما 1 لتر خليناه تنشف، ورا ما نشفت ضفنا السكر اللي هو هنا جزر مبروش 1 كيلو، ماء 1 لتر، سكر 5 كوب. يكون عندي حبه المستكه اللي شفناها الصبح، راح ندقها شوي نبرشها ونضيفها ويا يعني ويا السكر اللي ضفناه. راح يكون عندي ليمون نصف حبة نعصرها هيل 4 حبة، هاي راح تكون عندي جاهزة. نجي هنا أنا ومخلص راح نشوف شكلها. نجي هنا نشوف شكلها صار، حتى نصبها فد مرة نقدمها. حنقدمها صارت عندي. هسه هي حارة، لازم ننتظرها تبرد. أوكي، بهذا الشكل هذا راح يكون عندي مثل ما نشوف. نقدر نخليها بعلب زجاجيه ونسدها، بس ورا ما تبرد ونخليها بالثلاجة حافظ عليها. هاي راح تكون عندي بهذا الشكل. هذا الشكل النهائي للمربى الجزر، راح اضيفها هنا اخليها. هاي راح تكون عندي.
نجي ناخذ هنا شويه نشوف الشكل مالتها، يعني فد ملعقه ناخذ باوع شلون يكون الثخن مالتها. هذا راح يكون هسه هي حاره، ننتظرها تبرد، راح تبرد راح يجف اكثر بعد السكر اللي موجود. قلنا خلينا حبه المستكه راح تكون هي تعطيها النوع الجيلاتيني، راح تكون هذا الشكل مالته. اوكي هاي تبرد، بس تبرد نخليها بعلب زجاجيه ونسدها ونخليها بالثلاجه. اوكي هسه اجي هنا للفيليه السمك اللي موجوده عندي، طبعا المربى يكون وقتها ساعتين، وناخذ جاسم من بغداد. جاسم جاسم تسمعني؟ جاسم جاسم حبيبي جاسم شلونك؟ ها جاسم تسمعني؟ اي نعم الو. صباح الخير. صباح النور. شو اخبارك؟ الله يحفظك. الله يخليك. امرني يا جاسم. انا مدير الدولمه، مقادير الدولمه. مقادير الدولمه؟ اي مقادير الدولمه، يعني نسولف لك على الدولمه شويه؟ اي تسمعني مو جاسم؟ اي جاسم. جاسم نعم؟ جاسم صوت يقطع. جاسم تلفزيون عالي يا جاسم شوية ممكن. اوكي نسولف على الدولمة. هذا ممكن الدولمة راح يكون عندي تقريبا 1 كيلو من الرز، راح يكون عندي 1/2 كيلو من اللحم المثروم، راح نخبط نسويه. طبعا نقع التمن ورا ما نقعناه تقريبا ساعة كاملة. جيب اللحم المفروم راح نذبه وياه شوية من اللي هي نخبط نسويه. طبعا خضار ناعمة، فلفل شوية ناعم، طماطة بصل ناعم شوية، ممكن الحشوة اللي هي تكون من نحفر الباذنجان أو الشجر ناخذ الحشوة اللي موجودة هم نضيفها وياها. كث ملاعق معجون، راح يكون عندي شوية شطة شوية كاتشب نضيف وياها، دبس الرمان، فلفل أحمر، ليمون دوزي، راح نضيف رشة الملح أكيد راح تكون موجودة، شوية من الفلفل الحار راح نخبط نسويه، وراها راح نلفها ونخليها الجذر كوب واحد من الماء أو كوبين، خليها على نار هادية على ما تكون عندي جاهزة. هواية يشكون من الدولمه يصير عندهم مي فد مره، اللي هو ما يخلون هواي من المي على البخار تجهز. انا اخذ بشرى من دياله. بشرى الو. الو يا بشرى. صباح العافيه. صباح الخير. شلونك شيف عباس؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله. امريني يا بشرى. لا يمر عليك ظالم. بس شيف عباس اريد اسال على مود البيتزا، شو ما صار عندي يعني هيك هاي المطاطيه، يعني قصدك الجبن؟ اي جبن يعني هيك مي من نسوي مي يصير عندي. يعني الجبن اي جبن تستعملين؟ لا موزاريلا يعني اي جبن عادي؟ جبن الموزاريلا تجيبيه من سوبر ماركت تلقيه، يعني اكو انواع جبن موجوده اللي هي يعني مو تقول بالمستوى المطلوب، يعني خلينا نقول مغشوشة، يعني أي. يكون جبن عادي يعني اللي هي تكون للسمبوسة للهاي، فما يكون للبيتزا. جبن الموزاريلا نستعمله. اوكي اي راح نخليه وياه تكون اوكي امورها. اوكي لا ليش يعني ما تصير عندي نوعية الجبن يم الجبن هاي تبقى يعني هو انا اجيب موزاريلا خليلها موزاريلا. اي اكو انواع الموزاريلا، الموزاريلا احنا دائما نستعمل تشيس الكبير، يكون هو تشيس شبح نسميه احنا، هذا نستعمله يعني مو تشيس الصغير. اوكي وجوزته على قولت امات جوز خلينا قليل جبن، خلي شويه كثره بالجبن. شكرا لك. وناخذ عثمان من بابل. شلونك شيف؟ حبيبي شلونك؟ شلون صحتك؟ ولا والدي اذا ما يديك حافظ وجهك حبيبي. الله يسلمك. شلون؟ شلون صحتك؟ والله حد اسلم دائما. بدول قلبك، الله اليوم كوماد كوماد عاد. ها؟ هي كوماد عاد. لا شلون ازعاج؟ لا تنورني. مو انا دائما ادق عليك احب اسلم ما عندي شيء.
اليوم 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 شو بتسوي غدا اليوم؟ اليوم 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 كشري. اليوم شنو كشري؟ كشري. من سوى الكشري؟ انت سويته؟ اليوم كشري. اي كشري اليوم. الو الو تسمعني؟ ماشي في اليوم كشري بس. شكرا ألو. لك شك صوت شويه. اوكي هسه ناخذ المقادير راح تكون على الشاشه للفيليه السمك حتى تكون اللي ما شاف المقادير. اوكي هاي راح تكون المقادير. اوكي هاي راح تكون على الشاشه. سمك فيليه راح يكون عندي عصير الليمون، دبس الرمان، مثل ما دبس الرمان والثوم، راح يكون عندي ثوم المعروس مثل ما شفنا والكمون، نعناع الجاف، كركم، كاري، ملح، طحين. على قبل ساعة أو ساعتين نخليهم بالتخميرة ونخليهم على راحتهم. هسه مثل ما شفنا هاي المقطع. نجي هنا نقلب السمك نشوف شنو ترتيب. مثل ما شفنا. هسه نرجع هنا راح ناخذ هنا راح يكون عندي ناخذ كاسة حتى نخوض بها المواد اللي موجودة عندنا. هذا راح يكون عندي. الخس راح اضيفه بهذا الشكل. هنا راح يكون عندي شويه من الطرشي. طرشي والزيتون. وهنا الطماطم الكرزيه راح تكون موجوده ويانا. بهذا الشكل. راح تكون اوكي. هسه ناحل ناخذ ناديه من ميسان راح يكون عندي هنا شويه من لبلبي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شلونك؟ شلونك؟ اخبارك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. العالية الحمد لله. الله يخليك. حبيبي قلت لك مكتوب بالمقادير ماي كوب، وين تحط الماي كوب ويانا؟ شلون؟ مكتوب بالمقادير ماي كوب. وين تحطه؟ المقادير مال ايش؟ اي مكتوب به ماي كوب. ماء مكتوب ماء؟ اي واحد كوب من الماء راح نضيف ويا التوابل اللي ضفناها. ها ها اي يعني راح تكون هي صلصه سائله يعني ما تكون جافه. اوكي يعني شلون هسه يعني سويتها؟ راح تكون وياها ليمون حطيته؟ وياها اي ليمون وكوب ماء ضفت وياها وخبطته. ها 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 ما شفتك شو ما شفت حطيت ماي الصبح. حطيت بس الليمون. اوكي شكرا لك. شكرا. هسه نجي هنا مثل ما شفنا راح ناخذ الباذنجان. قطع الباذنجان المشويه راح اضيفه بهذا الشكل. اوكي هنا راح يكون عندك رشه من الملح. رشه من الملح. راح يكون عندي هنا السماق راح اضيفه هذا الشكل. ضفنا السماق. هنا راح تكون عندي الخضار اللي موجوده عندي. راح يكون عندي هنا الخضار. هاي راح تكون عندي حتى اضيفه ويا طبق السمك اللي موجود عندنا. نجي هنا ناخذ طاوله صغيره حتى نضيف نسوي شويه من اللوز. وناخذ ام جعفر. ناخذ ام جعفر
الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام جعفر، تحياتي لحضرتك استاذ. الله يخليك. الله يخليك كله، نورتينا غالية. الله يخليك. امريني. ممكن نريد مربى الكرز. مربى الكرز؟ كرز اي نعم، وهمبرجر دجاج. وهمبرجر دجاج، اوكي. اي نعم. اوكي، ان شاء الله هذا الاسبوع الجاي راح نشتغل مربى الكرز ونشتغل الهمبرجر الدجاج. تحياتي لحضرتك ولكل الكادر. الله يخليك. يسلمون عليك، هذا كله يسلمون. هسه نجي هنا راح نطلع قطع الفيليه السمك اللي موجوده. راح نشوف. هذا الشكل. هاي قطع الفيليه السمك راح تكون عندي بهذا الشكل. اوكي. راح تكون عندي اخير قطعتين راح نذبها. هنا حلو، صار عندي جاهز. مو يا غصون؟ تمام شيخ عباس. تمام. هسه نرجع هنا، نعم. نرجع هنا راح ناخذ شرحات الليمون. بهذا الشكل. بهذا الشكل راح ناخذ. اوكي. راح يكون عندي الليمون راح اضيفها طبعا ويا ممكن نسوي صلصه الليمون. هاي حضيفها للصلصه او للسمك؟ راح يكون عندي، لا للسمك، فوق السمك راح يكون. نعم. هذا الشكل. ناخذ القشر مالته بهذا الشكل نذبه. ناخذ. هذا غصون شوية جف، يلا يتحرك ما يتحرك يا غصون. شوف عباس ترى يعني مقلي السمك قبل. راح تبلش الغصون. بس هنا حلو. هسه مثل ما شفنا راح نجي نقلب. نعم. الطبق اللي موجود عندي. السلطة اللي اشتغلناها. تمام. باذنجان مشوي راح تكون بيها. طماطم كرزية والخس، السماق. والحمص. في حمص راح يكون عندي موجود. تمام. نخبطه بهذا الشكل. شوف عباس هذا صار جاهز. هسه اوكي. نحركه. تمام. يعني هو جهز خلاص بعد طفيه. ايه طبعا. تمام. هسه هنا راح ناخذ الطبق مالتنا. تمام. ضيف هذا الشيء، هذا راح يكون عندي الطبق. اضيف السلطه اللي اشتغلناها هذا الشكل. تمام. هسه هنا حلو. هاي السلطه ترهم ويا اي طبخه؟ طبعا ترهم راح تكون عندي. ناخذ هنا عندي طبق السوتية الخضار اللي سويناه راح نضيفه بهذا الشكل. داير مداير راح يكون عندي. نعم. هذا راح يكون حار وهذا راح يكون حار يعني بالصلصة اقصد اللي بيه غير؟ اي لا يكون حار النار يعني. اها تمام. ايه؟ بهذا الشكل ضفناه. اوكي. هسه مثل ما شفنا راح نصفط هنا قطع السمك بهذا الشكل. هنا حلو. اي غصوني تحركي. اشتغلي. بس هنا. تمام. هذا راح يكون عندي شكل الطبق النهائي. راح ناخذ هنا الليمون. تمام. هذا الشكل. راح اضيفه وياه. شرائح الليمون يكون عندي بهذا الشكل. حب نذكر يكون هذا البرنامج
رعاية مطابخ السنديان والديكورات، تكون هاي الأكلة الجميلة برعاية مطعم أوسكار الوكالة التركية في بغداد. تمام، عاشت ايدك شيف عباس، وشكرا لك على هاي الطبخه. اكيد باكر انت ويانا بحلقه جديده من برنامج يوم جديد، حتكون فقرات جديده ايضا مع الشيف عباس، وكل هذا حيكون باكر. نشوفكم باكر، مع السلامه.